عندكن موهبة الغناء، الرقص الشرقي، العزف، الدبكة، الراب، الزجل، التقليد، ستاند اب كوميدي، الهيب هوب، او حتى مواهب رياضية استثنائية وحابين تصيروا نجوم؟ بعتوا فيديو لموهبتكن مدته دقيقة واحدة مع عنوانكن ورقم تليفونكن على talent@mtv.com.lb. عودة معكم مشاهدينا، تحية متجددة طبعا من مجمع فؤاد شابة رياضي بجونيا ما بين شوطي مباراة البرج والسلام صغيرة. الشوط أول مثل ما شفنا انتهى بهدف وحيد سجله إبراهيم بوحمدان بالنسبة لفريق البرج. مباراة بشوط الأول يمكن بالنسبة لكتار مرتقت للمستوى المطلوب، لكن كان في كتير من الأمور يلي ممكن نتحدث عنها مع كابتن فادي العمري. كابتن، بداية رح أبدأ من المستوى العام للمباراة، الفريقين منو جاهزين، هذا أمر واضح، هذا أمر طبيعي بالنسبة لفترة التحضير اللي هني عم بيعملوها، بس هذا ليس عذر لأنه هي مباراة نهائية، مطلوب يكون التحضير أفضل من هيك. يعني اليوم شفنا نادي السلام كأنه مرهق عم بيلعب الطايم الثاني مش الطايم الأول. صحيح، على صعيد البدن السلام يعني هبط، خصوصا بآخر 10 دقائق. يمكن تجمع الفريق مشكلة عندنا، كان أنه هذا الأسبوع فقط يقدر يجمع تقريبا 16 أو 17 لاعب. نتمنى أنه مع الأيام الثانية يكون نادي السلام أفضل من هيك ومعه وقت يرجع للتحضيرات الجيدة. البرج كان أفضل، كان عنده نقلة جميلة للكرة ببعض المحلات بوسط الملعب، لكن بالثلث الأخير كان في ضياع رهيب. اللمسة الأخيرة الأكيد عم يفتقدها فريق البرج، حتى مسجل هدف إبراهيم بوحمدان ما شفناه إلا بلقطة الهدف. صح، ولو أنه كان عنده فرصة صريحة بعد كرة لمحمد باور، أكيد رح نشوف كل اللقطات بالشوط الأول، حتى بعيد كثير، يعني بعيد كثير على المرمى. صحيح صحيح، نحن حكينا بالبداية التحليل انه اللي بيعمل فرق بنادي البرج هي المهاره. محمد قاسم عندما يتحرك محمد قاسم يتقدم نادي البرج الى الهجوم، وشفنا نحن فاعور طلب مرتين كره بظهر المدافعين، وهذا نحن شيء قلنا نحن انه دفاع السلام يفتقر الى الخبره زاد الى عامل التغطيه وعامل السرعه. وشفنا بس وقف محمد قاسم باواخر الشوط الاول قدر السلام قدر يتحرك. السلام يطلع للثلث الهجومي بس من دون فايده، بس هيدا كمان يعود الى العامل البدني عند اللاعبين تاعون البرج. ممكن بتمنى انه التايم الثاني يكون الامور تتحسن اكثر من الناحيه البدنيه ومن الناحيه التكتيكيه. هلا نحن بهيك امور مطلوب المدربين يكون انه الكره تركض اكثر من اللاعب، بس نحن عندنا مشكله كثير كبيره بالكره العربيه انه اللاعب بيركض اكثر من الكره. نحن مشكله كثير كبيره كمان هون بلبنان. نادي البرج بين افضل من نادي السلام لضعف نادي السلام على المستوى البدني والمستوى التكتيكي. طيب بس خليني احكي عن نقطه كثير مهمه، هي مساله ريتم المباراه يلي كان احيانا سريع عند فريق البرج واحيانا بطيء، لكن الامر الاساسي انه البرج عم يفضل كان يهاجم من طرف واحد والطرف الايمن عبر حمزه عبود. يعني طلعات وليد اسماعيل ما عمل ورا اوفرلاب، الدليل انه محمد الفعور وحسين ابراهيم هن يلي كانوا عم يحاولوا يزيدوا على الجهه اليسرى مطرح ما كان موجود بالبدايه ابراهيم وعبدان بعدين حسين العوطة. ليه عم بيهاجم من طرف واحد؟ هذه نقطه مهمه نوضحها. هلا هو مبدا الهجوم ظهير، مبدا الهجوم ظهير، يمكن الحاله البدنيه ما بيقدر يهاجم بالظهيرين مع بعض، وهذا شيء عقلاني. يعني كان اليوم حمزه عبود كان منتج بالهجوم تبعه، باول كروس عمله بالدقيقه 7 كان في عرضيه صدى مصطفى مطر البراء، الثاني حاول سجله من الهدف بالدقيقه تقريبا الاخيره من الشوط الاول. يا ريت نشوف بهالوقت مخرجنا جورج خليل فرص الشوط الاول من اللقاء، عنا كثير نحكيهم عن هالفرص كابتن. ايضا من الناحيه الهجوميه بالنسبه لفريق البرج، التباعد الى حد ما بين خطي الوسط والهجوم، التركيز على طرف الملعب، هذا هو هدف المباراه الوحيد. الكره يلي قدر ابراهيم بوحمدان يخطفها بخلف دفاع السلام ويسجل هدف، هيدي النقطه اللي بدي احكي عنها، تمركز السيء لخط دفاع السلام صغرته طوال الشوط الاول بصراحه، وخصوصا انا حكيت عن نقطه عدم التجانس. يعني احيانا ياسر عاشور يلحق لعبه، عماد كريمة أو ربيع الهوبر يكونوا بعاد ما يقدر، يعني يطلع من مركزه عن الطرف، لا يروح يغطي. صحيح، هذا في مشكلة كتير كبيرة بقلبي الدفاع عند السلام. المشكلة عند المغربي أنه هو بطء بقراءة المباراة، بقراءة الكرة والتغطية السريعة، يمكن لعدم التجانس وتاني شيء عماد كريم لعب كتير موهوب وكتير جيد جدا، ولكن انه بمباراه ثقيله مثل هي اسا شوي خبرته شوي قليله، خصوصا بمواجهه صارفو، يعني عم يبرم برياحه على صارفو، وبالرغم هيك هو تفوق عليه بعده امور، بس ولكن انا عامل السرعه، عامل الكره بظهره دائما عم بيكون متاخر، والتغطيه عماد على جهه اليمين ورا احمد عم بكون دائما تكون بطيئه وتكون متاخره.
طيب شو الحل بالنسبة للسلام اليوم لا يحمي خط ظهره؟ يعني هل حمزة الخير لازم بيكون لورا أكتر؟ هي يعني كلام هي ستة هي مشكلة السلام من البداية بالسيلكشن بتنقية اللاعبين وتمركزهم. حمزة الخير مطلوب يرجع لمركزه الطبيعي، هشام النابلسي مطلوب يعود لمكانه الطبيعي في وسط يعني محل الملعب. حمزة محل حمزة خصوصا ما شفنا جون جاك أبدا جون جاك الأول. جون جاك مثل ما قلت حضرتك أنه لم يكن فعال، غير منتج لأنه بعيد عن مركزه ويمكن بعيد عن المستوى البدني كمان، هو أكتر بيحل جون جاك، نحن بنعذره شوي. بتمنى انه ترجع نادي السلام يرجع لطريقه اللعب 4-4-2 هي الانسب له بالنسبه لنوعيه اللاعبين الموجودين. لهالسبب شفنا شامل سقار باواخر الشوط الاول كان عم يحاول ياخذ المبادره، هو الوحيد يعني اللي عم يعرف هو الوحيد هو وملحم هن الافضل، هن الافضل لانه المهاره بتلعب دوره وهن كانوا الافضل والابرز بنادي السلام. اضافه لعدنان ملحم يعني ما بدنا ننكر مجهود كبير على مستوى الهجوم، على مستوى الهجوم وايضا على مستوى الدفاع، كان عم يواكب لانه كمان نادي السلام بدنا نشير لشغله انه بالثلث الهجومي معدوم، ليس هناك تجانس لانه ليس هناك صانع لعب، ليس هناك من يتحكم بالريد بالثلث الهجومي، اصبح ضروره دخول ادمون شحاده يعني حتى لو ما كان جاهز لو ما كان بشكل ادمون كبير بيعمل فرق بالثلث الهجومي. صحيح، هذه هي خطوره نادي السلام من 3 سنين 4 سنين ادمون شحاده، يعني حتى لو ما كانت جوزيته البدنيه 100% بيقدر يعمل هو شيء، هو افضل من الموجود على القليل بيقدر يحد من تقدم حمزه عبود على الجهه اليمنى. ممكن منتج باستلام الكره، ممكن ننتج واحد ضد واحد، هو كثير مهاري، ممكن كره عرضيه او كات باك او شيء اسيست ممكن يعمل فرق لانه معدوم نادي السلام بالثلث الاخير ما في انتاج، حتى بحاجه لتغييرات ببعض المحلات طبيعي، بس بعض محلات تمركز اللاعبين فريق البرج يعني شوي على طرفي الملعب، يعني فريق البرج فريق البرج نعم فريق البرج بس يضغط ضغط عالي نادي السلام ما بيقدر يطلع بالكره بسلاسه. بدي احكي عن هيدي النقطه، يعني بلش بالعوطة على اليمين ابراهيم محمدان على اليسار وبعدين بدلهم يعني تبادل المراكز التبادل بس ستيل كابتن يعني ببعض المحلات بحاجه للاعب على الطرف خلاه اكثر، يعني هل ممكن نشوف محمد جعفر او مرقباوي؟ هلا ممكن انا بشوف انه محمد جعفر ومرقباوي هني مور فلكسبل من حمدان ومن هدول، المهاره الواحد ضد واحد على الاطراف بزيد اذا كان عم تلعب بطريقه الاربعه خصوصا من لاعب مثل جعفر ما بيلتزم بالطرف. صحيح، هذا هو بيقدر يروح خلف المهاجم. هيدي الفكره. ممكن البدلاء عند نادي البرج اكيد فريق يمتلك من اللاعبين خبره اكثر، عنده تشويس اكثر، عنده ادوات بيقدر يستعملها هلا بالتايم الثاني اكثر من نادي السلام اللي هي خياراته قليله، عنده ادمون وعنده بس على امل البرج يعني ما يرتد للخلف ليحافظ على الهدف، مع انه المؤشرات بالشوط الاول ما بتشير لهالشيء، يعني البرج بنزعه هجوميه بروح هجوميه بدا اللقاء من اول دقيقه. بظن انا البرج رح يبلش مثل ما بلش التايم الاول. هلا المبادره وعنصر المفاجاه مطلوب يكون عند نادي السلام. شو مخبلنا اليوم نهاد سقار هلا بالتايم الثاني بعد ما قرا المباراه، هل يدار على نفس الاستراتيجيه نفس التكتيك او هو مطلوب يغير ويعرف انه المشكله هي بقلب الدفاع بالوسط اللي ما عم بيقدر يستعد المدافعين بشكل صحيح؟ الوسط مش خلاق، يعني اليوم انت بحاجه لصانع العاب، وسط السلام لا عم بيقدر يدافع صح ولا عم بيقدر يهاجم صح، يعني معناتها التكتيك الاستراتيجيه اللي حطيناها نحن بالبدايه الديتيلز تبعها غلط، مطلوب التصحيح. يعني بالموسم الماضي كنا نشوف يوسف بركات بخط وسط السلام هو اللاعب يلي يلعب سلة بوكس الوسط بوكس او هو اللي يعمل زياده عدديه وين مع الهجوم تقدر يعمل الكومبينيشن الوان تو الوان تري، يقدر يعمل الاسيست. هلا نحن ما عم نشوف هذا الشيء بنادي السلام، يمكن لبعد كمان هشام النابلسي عم مستوى وتمركزه الخاطئ. يعني بالمفارقة اليوم انه نادي السلام صغرتها فك ارتباطه باللاعب يوسف بركات بالتراضي، يعني بنتذكر اللاعب يلي عمل اذا فينا نقول مشكله لحد ما بين الانصار والسلام صغرتها بالموسم الماضي، لعب مع السلام لكن على ما يبدو الامور انتهت مشواره مع السلام صغرتها، عم يتوقف بالوقت يلي بحاجه بالتاكيد السلام للاعب مثل يوسف بركات ان كان بمباراه اليوم او خلال الموسم اليوم. صانع الالعاب ضروره جدا، الاقرب هشام النابلسي ممكن يلعب هذا الدور، ممكن نادي السلام يتناسب لا يلعب انه ما عنده مقومات مين صانع اللعب. هلا هو الافضل انه يلعب بالغيابات الموجودين هشام النابلسي، بس الافضل انه يكون في مهاجم اجنبي ثاني بنادي السلام. راح اشوف اذا راح يقدر نهاد سقار يجري تبديل مع بدايه الشوط الثاني، خصوصا مايكل فينيانوس يعني اسم منتظر ايضا اللاعب اللي بيبلغ 17 سنه من العمر واكد عن حضور جيد بكاس. صحيح، بس ما بظن الكابتن انه هذا اول تبديل ممكن يعمله بالدقيقه 60، ما بظن رح يشوف هلا بعد التعليمات اللي اعطاها بين الشوطين رح يشوف شو مدى تاثيره على اللاعبين ومدى التزام بالتعليمات اللي اعطاها الكابتن.
على صعيد الدفاع بدي اختم نقطة أخيرة، فريق البراج يعني مصطفى صالح وعبد الفتاح عاشور ما تجرب ما اختبروا كثيرا لأنه ما في ضغط عليهم، لا ضغط عليهم هني وحاملين الكرة وبالبناء، ولا ضغط بكثافة هجومية مثلا، كل الكرات اللي اجتهم عرفوا تصرفوا فيها بشكل صحيح. شكرا لك كابتن فادي. يعني طبعا الفريقين أصبحوا جاهزين لانطلاق الشوط الثاني. لمين رح يكون لقب كأس التحدي؟ هل هو للبرج المتقدم 1-0 بالشوط الأول، أم سليم صغاطة رح يكون عنده كلمة أخرى؟ هذا الأمر أكيد بنعرفه بتاني 45 دقيقة من اللقاء. مشاهدينا بنتقل عند فارس ومن بعد أكيد بنضم له على أمل أيضا تستمتعوا بالنصف الثاني من هاللقاء. تفضل فارس.